إطلالة الصبية فيها كتير من التفاصيل، وكل تفصيل بيحتاج كتير من الاهتمام حتى يظهر بالطريقة الصحيحة ومن دون أي غلطة. ولأنه بكل حلقة بنحاول نخبركن عن شي بيتعلق بالإطلالة، لهيك اليوم رح نحكي عن الرموش الاصطناعية يلي بنستخدمهم عادة لنزيد من جاذبية العين. بس طبعا هالشي ما بيتحقق من دون الاختيار الصحيح للمنتج. لهالسبب اليوم رح تكون معنا مؤمنة فياض، الصبية يلي أسست براند خاص للرموش وحاولت تجمع كثير من المميزات اللي بتخدم الصبايا، وهي اليوم موجوده معنا بالاستديو لتخبرنا اكثر عنه. اهلا وسهلا فيكي مؤمنه. اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ الحمد لله بخير. مؤمنه، بالبدايه بدنا نتعرف عليكي اكثر وتخبريني ليش اخترتي الرموش تحديدا. انا اسمي مؤمنه الشيخ فياض من دير الزور وعمري 22 سنه. اخترت رموش لانه هوسي من الصغر، بحب الشغلات الغريبه. بحكم اني انا ارتست، بعرف القصات اللي بتلبق للعين، بعرف القصات تلبق لعينك لعين غيرك، بعرف كل التفاصيل هي اللي ما بتلبق لاي عين اي رمش. تمام، فاخترت الرموش لانه يعني بحب ابدا بالشيء اللي ما حدا مساواه، الشيء الغريب، الشيء اللي موجود قليل عنا. انا البراند تبعي بس رموش طرفيه، ما انا رموش كامله. الرموش الطرفيه بتلبق لجميع العيون. حلو، رموش طرفيه يعني نص رمش. نص رمش. طيب هو عادة بيكون في قصات وأشكال تماما. أنا عندي قصتين، عندي قصتين، قصة شيخة وقصة شموخ. تمام، هنون إمتى بينحطوا؟ ممكن الصبح أو بالليل؟ تمام، هنون بينحطوا بكل وقت، هي يومية بتستخدم أكثر من 10 مرات، شعر طبيعي 100%. بتنحط مو بس حفلات مثل ما نحن بنعرف، تنحط مشوار عادي، مطعم، غدا، جامعة، يعني للبنت يلي ما فيها تحط ميك أب وهيك كامل، بس رموش وخالصين. فينا نقول عمليين، يعني بتقدر عمليين طبعا تحطهم. هي حيل عمليين. طيب هنا موجودين بالشام يعني؟ طبعا موجودين، توزيع لكل المحافظات. أونلاين؟ ايه اونلاين، موجوده بالصالونات معينه. تمام. طيب انا كنت عم بنتبه على البراند تبعك انه انت مختاره الشعار سيوفي، يمكن تماما حتى مسميتيه سمرتي. سمرتي إيه. شو سبب الاسم وحتى شو سبب الاسم؟ انا بحبه. تمام، هو لقبي. السيوف هي هو ما له لوجو، معنى لوجو بس، لا هو بحال معاني انه هو سيوف تجمع الحده مع الجمال مع القوه. تمام. حلو. وهي الرموش تبعي بتسحب العين مثل السيوف، تكون حاده. هاي اول نقطه. ثاني نقطه، انا بما اني بنت عشاير حبيت احط لمستي وما يعني اغير النظره اللي اخذينها عن بنات المنطقه الشرقيه انه فيهم بنات يعملوا، فيهم يقدروا يوصلوا لحلمهم، قادرين ياسسوا شيء خاص لهم. تمام، قادرين. فحبيت احط لمستي كامله باللوجو، يعني حتى فكره مميزه وجديده. تماما، وانا بحب التميز وبحب الفكره الغريبه اللي ما حدا سواها. حلو، طيب حيكون في قصات جديده؟ طبعا اكيد، انا ما راح اوقف بس على الرموش، ان شاء الله راح اقدم اكثر جلو او شيء اي شادو. اي شادو، روج، كل هذول القصص ان شاء الله. حلو كثير، يعني بدي يكون ماركت ميك اب كامله عندي. حلو كثير، ان شاء الله ان شاء الله. مؤمنه، في نصايح بتقدميها للصبايا اللي بعمرك اللي عندهم حلم حابين يحققوه بس خايفين؟ بقدم نصايح للصبايا انه شو ما كان الحلم صعب، يعني انا امبارح كان حلمي اعمل رموش، اليوم حققت حلمي، شو ما كان الحلم صعب راح يحققوه ان شاء الله. واقدم شكر طبعا لكل الحب للبنات يلي يحبوني، واقدم شكر لاهلي ولخطيبي ولكل حدا دعمني بحياتي وبمجالي اللي بلشت فيه. الله يخلي لك اياهم، وموفقه ان شاء الله بمشروعك، وان شاء الله كمان بتحققي الشيء اللي بتطمحي له وبتتمني. ان شاء الله يا رب. كل التوفيق لك. حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.